اهلا البنات، كي دايرين؟ صحتكم مزيانه، اموركم هي هذيك. نتمنى تكونوا بالف خير البنات، نتوما والناس اللي عزازين عليكم. صحتكم مزيان. الوليدات باقيين مأقلمين مع الجلسه في الدار. نتمنى تكون هذه الدخله ديال البوادر ديال رمضان تكون علينا بالصحه والعافيه، وربي يحفظنا حنا والناس جميعا. باش ما نطولش البنات، كنبغي نرحب بالبنات اللي ضافوا عندي جداد وحتى القدام على راسي وعينيا. اليوم البنات كنا كنعرفوا باننا كنبغيو نوجدوا شي شهيوه مالحه في رمضان اولا من غير رمضان، وتكون بسيطه جدا وغير مكلفه. فلهذا البنات اليوم بغيت نوريكم البديل ديال الورقه ديال البسطيله. طريقة مبسطة وسهلة جدا وفي متناول الجميع، لأن كل شيء عنده الطحين والملحة والماء. غير هي الطرق تتختلف. كاينة الطريقة اللي كدار بالزيت بحال اللي غندير أنا دابا والنشا، وكاين الطريقة اللي كدار على الشكل ديال التريد اللي كنغطسوها هكا الكويرة، كنغطسوها في الزيت ومن بعد كنحطوها في الطحين وكنسرحوها وكنخبزوها عادي بحال الطريقه ديال التريد. حتى هذه البنات كتخبز بنفس الطريقه. والمساله الثانيه اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد الورقه اللي غادي نوريكم دابا هي دايره واحد الضجه في وسائل التواصل ديال تركيا، ولو كيعتمدوها التركيات بزاف في المطبخ ديالهم. فلهذا البنات علاش من حنايا دابا غادي نحيروا الطريقه ديال العجينه البنات، الطريقه ديال المسمن كلشي كيعرف يعجنها تبارك الله. الملحه والماء وتحاولي انك تدلكيها شويه باش تجانس لك ويسخن داك العناصر اللي كاينه في الطحين وتعطيك الطوع. الطريقه كويرات ها نتوما البنات، راه واخا ما دايره ليها لا زيت لا والو ما كتلتصقش. غادي بيان سور كتكونوا نظفتوا سطح العمل، كندير دي بول اللي هما صغارين يعني ما نكبرش وما نصغرش. طريقه العجينه ما بغيتش نديرها البنات لان كلشي عارف، يعني كلشي تبارك الله راه دابا هاد الوقيته كلشي ولا كيعجن. غنحاول نجيب واحد باش ما يجونيش على القطر، كل وحده غندير الكويرات على حسب القطر ديال اللي عندها ديال المقله ديالها ثقيله البنات. باش ملي نجيو نديرو العملية ديال التصاق وحدة مع وحدة يجيونا مقادين هانتوما البنات. يعني الطريقة هي ساهلة ومبسطة، ملقاوش فيها بزاف ديال المشاكل. هانتوما راه حاولت البنات هما كيجيوني يجيوني كتبقى. هنا البنات الكمية ديال الطحين كتبقى كل وحدة، ماشي بالضروري أنا درت ستة غدير السنة، يعني أنا كنجرب معاكم وفي نفس الوقت بغيت ندير الكوتين معاكم. الأسرة ديالي ها نتوما مباشره غادي نبدا نطلق معاكم، ندير شويه الزيت اولا شويه الطحين، ومن الاحسن البنات نديرو الطحين احسن. ها نتوما راك تطلق بسهوله، راه ما عجنتهاش البنات بكري، ما كاملاش شي ساعه باش عجنتها دابا وخليتها ما كاملاش كاع. كنجيب الثانيه نفس الشيء اللي درتو في هذه غادي نديرو في الاخرى. هي البنات هاد بالنسبه للنشا كيجيبها لنا مطلوقه وكتجي مقرمشه يعني مقروشه. ها نتوما البنات غادي ندهن بالزيت مزيان، وغادي نحاول نحط فوقها النشا. كنمشي هكا كنبقى ندير وحده فوق وحده. بغيتي ديري ثلاثه فوق ثلاثه بثلاثه ديري، بغيتي ديري بجوج بجوج ديري، كيبقى لك انتيا الاختيار. غنعاود وحده قدامكم اخرى، يعني ما كتطلبش شي مجهود كثير البنات. وغادي نحط
فوق هذه هكا البنات. انا غنستمر بهذه الكيفيه تنكمل هاد الثلاثه اللي عندي ونوريكم عمليه ديال الطلاق كيفاش نطلق. البنات هنا رجعت لكم من بعد ما كملت الكويرات الاخرين، ها نتوما بهذا الشكل جاوا درت ثلاثه. انا غنبدا نطلق قدامكم، وهنايا راه درت المقيله، المقيله الثقيله البنات راه درتها كتسخن على عافيه مهيله، يعني مهيله ماشي مهيل لدرجه ان غير العوينه تيبانو، لا تكون مويه درجه الحراره تلفنا الله يستر غير الفران. ها نتوما البنات الشيء ملي كندير الزيت وكندير داك النشا راه ما كتبقاش تلصاصق، غير هي نحاولوا اننا نجيبوهم قد قد، يعني باش ملي نجي نحلهم يتحلوا ليا. ها نتوما البنات سيطلقوا بسهوله، وملي غنبداو نخبزوهم البنات ما غنلقاو حتى شي مشكل. راه ما خليتهاش كاع ارتاحت البنات، غير مجرد ما كملت الاخرين درتها هي رجعت باش نطيبهم قدامكم. نحاولوا البنات والسمك يكون ماشي غليظ بزاف ماشي رقيق، نجيبوه على شكل دائره تكون متساويه باش ملي نعمروها غادي نوريكم واحد. ها نتوما البنات شتي شتي كتهزيها يعني عاطيك الطوع ما كاين حتى مشكل. ها شتي ما كاين حتى مشكل. دابا غادي نديرها البنات طيب، ونحاولوا البنات فاش نكونوا كنطيبوها نحاولوا البنات من نحاولوا اننا البنات ردوا معها البال. انا غادي نزيد لكم باش تشوفوا، نحاولوا ردوا معها البنات البال. كنبقاو ها نتوما شتي البنات غير تبان ليا بانها راه بدات تشد راسها نقلب. ها نتوما شتي كاين لا بغيتي ديريها ورقه كبيره راه تديريها، يعني غير تبدا تشد ليا هكا راسها ما نبقاش نشوفها وبقات بيضه بدات تعطيني واحد اللون مايل للصفيره عاوتاني نقلبها البنات. ها نتوما رشي راه تبارك الله بدات تتحل، ما تصوروش البنات انا راه كنت ديجا جربت بها وجات جات زوينه في الحشوه اللي كنت درت. نبقى غادا البنات نحاولوا البنات حنا راه ما بغيناهاش تجينا طايبه يعني تولي لنا حمراء، نبقى نقلب حتى تاخذ حقها شويه في الطياب ونحيدها. ها نتوما البنات ملي كنجي نحيدها كتحيد بسهوله، شتي هاهي تحيدات ليا الفوقانيه شتي. ما نقولش لكم البنات راه تجي زوينه 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 زوينه، وهكا غنتمكنوا اننا ها شتي كتجي ورقه. نزيدها واحد شويه ونحيدها، شتي ما خصهاش ما خصهاش تاخذ ليا الحموريه ديال نبقى معاها البنات مقابله حتى وهكا نتمكنوا نديروا. حيت انا كنت جربت هذيك ديال بانس والصراحه شويه خص تكوني يدك خفيفه وتكوني واخده فيها الحرفه، نهضروا بصدق ان كل واحد كيدير. وهنا البنات غادي نكون موجده واحد المنديل طبعا التفصيل ولا فاش انيه فاش غتحطي تكوني موجده وتحطيها فيها وتغطيها. ها نتوما البنات شتي كتحيد بسهوله. ها هذه دابا غادي نحطها البنات لان وجدت عندي، ونغطيها غنغطيها وندير فوقها شي بلاستيكه باش ديك الحراره تطلقها ليا شويه شتي. نحاول نزيد هذه شويه من هنا كتجي زوينه البنات وصدقوني رانا جربت فيها جات مقرمشه
وحتى دابا ان شاء الله غندير معكم واحد دايره واحد الحشوه نوريها لكم. البنات انا غنستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل دوك الثلاثه اللي باقي ليا ونرجع معكم باش نوريكم اشنو غادي ندير فيها. ها انتم شتي البنات، ها هي الورقه ديالنا، شوفوا كيفاش كتجي البنات، خليتها حتى بردات يعني كطويها بالشكل كتحكمي فيها بالشكل اللي بغيتي. انا غادي ندير قدامكم واحد صوبت واحد الحشوه بغينا نديروها للكوتي. هنا البنات راه انا ما غندهنها لا بزيت لا بزبده لا حتى حاجه، غادي ناخذ الورقه ديالي غادي ندير هادو على شكل سيغار الا كنتو البنات غادي تقليوهم راكم غادي ديروا الطحين. ها انتم البنات يعني غادي الحشوه غادي ديري هذه هكا صافي وكتمشي معاه. ها انتم شتي يعني ما كاين حتى مشكل، ونحطوها في الانيه اللي غندخلوها فيها للفران. الا كنتو البنات غادي تقليوها مساله طبيعيه انكم غادي ديروا الطحين وتسدوها بها، نعاود نقاده البنات وتسدوها بها، علاش؟ باش ما تحلش لكم، تضمنوا انكم ما تحلش لكم في القليان. كنتو غير غتدخلوهم للفران بحال اللي غندير انا، غندهن غير بشويه الزيت وندخلهم. هنا البنات اين هو المقص، غندير معكم وحده على شكل بريوه والله البنات كتجي زوينه واكثر من رائعه. هذه البنات على فكره راه بغيتو ديروا بها حتى الطاكوس ولكن طيبوه في المقله ديروه، راني دايره بها جا زوينه البنات، ولكن يطيب غير يطيب غير في المقله ديال الخبيز الثقيله اولا في وهذه كنجيبوها هنا وندخلوها يعني ما كنلقاو حتى شي مشكل. ها انتم البنات انا غنزيد وحيده قدامكم يعني هاد السته راه سته الوحدات اللي درت الا جيت نخرجهم على شكل بريوات صغارين، هادو راه حتى هي ما جايه كبيره، نخرجهم على شكل بريوات صغارين راه غادي يعطوني شي 12 حبه يعني تبارك الله راه الخير والبركه. ها انتم البنات شتي وهادي غنخشي هنايا صافي ونحط في الانيه ديالي. انا غنستمر البنات بنفس الكيفيه يعني بغيتو ديروهم على شكل سيغار ديروهم بها، بغيتو ديروهم على شكل بريوات كديروهم. نكمل اللي باقي عندي ونرجع معاكم البنات باش نوريهم لكم في طبق التقديم. البنات انا رجعت لكم، ها البريوات لي سيغار او لي نيم اللي بغينا نسميوهم، ها البريوه شوفوا كيفاش جات، سمعوا التقرميشه البنات. بالنسبه ليهم انا درتهم كبارين حيت بغينا يعني نديرهم كوتي وعشاء. البنات انا غادي نحل قدامكم نقطع وحيده قدامكم باش تشوفوا، وهكا كنتمكنوا البنات اننا نحصلوا حتى حنا على ورقه شتي البنات كتجي زوينه وطايبه. وحتى من هنا البنات من اللور راه ما تتحلش بحال اللي قلت لكم، كتحطوها على الجهه اللي سالينها بها. والحشوه البنات راه هي بسيطه، شويه الشعريه الصينيه شويه الطون شويه ديال الشامبينيون داكشي اللي كيبقى ليك، شويه الدجاج كان بقى ليا وعاونت به حتى هو، كتجي لذيذه البنات واكثر من رائعه. جربوا البنات هذه الورقه راه هي بديل الورقه ديال اللي كنشريوها من المحلات، ما الظروف دابا ما كتسمحش. راه شوفوا البنات هي اللي غادي يدير لك الملوي راه غيدير لك هذه صافي، غديري الملوي معمر ديري هذه على شكل سيغار اولا بسيطلات صغارين دايرين اولا على شكل بريوات بهذا الشكل وكيجيو زوين. وسمعوا التقرميشه البنات
يعني ما كاين حتى مشكل، غتجربوها وانتم مرتاحين وتلقاو الخير، وربي يلاقينا في فيديو اخر ان شاء الله، وتبقاو على خير البنات. الناس اللي جداد اللي غيشوفوا الفيديو ما تنساوش تابونا وتخليوا لايك وكومونتير باش تحفزونا نوجدوا الجديد، وتبقاو على